لا أجر نبغي لا وسام لا صدى، هي خطوة هي خبرة ورفاق، صارت تطوى واية ووسيلة، ولأجله عزم لنا دفاق. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم في الدرس الرابع من كورس أساسيات الميديا والمونتاج من الفكرة وحتى التنفيذ. أخذنا يا جماعة في الثلاث دروس اللي فاتوا أساسيات التعامل مع البرنامج، وتخصصنا أكتر في الدرس الثاني والثالث في أساسيات التعامل مع الصور. وكان الهدف الأساسي من الدرس الثاني والثالث مش أننا نتعامل مع الصور على أنها صور وخلاص، لا، هو أننا بس نتعامل مع أدوات البرنامج البدائية، تمام، زي اللي هي القطع والدمج والمؤثرات الانتقالية الريندر، تمام. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن أساسيات بقى التعامل مع الفيديو، هتكون دي مرحلة متقدمة شوية. في الدرس ده انا هدفي فيه مش اننا بس نعمل مشروع عملي وكده، لا، احنا بنحضر نفسنا عشان نشتغل شغل عملي الفترة الجاية ان شاء الله. فانا في الدرس الرابع باذن الله هركز على الادوات الاساسية اللي احنا هنحتاجها في شغل الفيديوهات. اول حاجة، لو انا عندي فيديو وليكن مثلا الفيديو ده، انا بسحب على البرنامج. طبعا كنا في الاول بنقول لكم الطريقة اللي هي فايل امبورت. تعالوا بس دلوقتي يعني نطلع شوية كده، نرتقي شوية فوق، نبدأ بقى ان احنا على طول بقى نستخدم بقى اسلوب اللي هو الفيديو. انا هنا مثلا عندي فيديو اهو، باخده بسحبه للبرنامج، تمام، بس مجرد سحب وافلات، بسيبه فين؟ في التايم لاين، في التايم لاين بسيبه. هنا يا جماعة بدأ يظهر لنا حاجة جديدة، كان في الاول الصور بنحطها مفيش حاجة بتظهر، لا، في الوضع بقى بالنسبة للفيديوهات بتبدأ تظهر لنا رسالة جديدة. Do you want to set your project video setting to match this media؟ انت عاوز تخلي اعدادات البروجكت الحالية بنفس اعدادات الفيديو اللي انت ادركته ولا لا؟ والرسالة دي ما بتظهرش الا مع اول فيديو انت بتحطه في البروجكت. يعني لو تلاحظوا هنا مفيش طبعا هنا اي فيديوهات لسه موجودة في البرنامج، فبالتالي البروجكت دلوقتي اعداداتها الاعدادات الافتراضية، تمام، اللي هي 1920 في 1080، دي اعداد البروجكت نفسها. طيب انا لما احط فيديو النسخة يعني ابتداء من النسخة 11 فما فوق، بدأ الفيجاس يحط خاصية ان انت لو عندك فيديو بتحطه في التايم لاين لاول مرة، زي ما انا بعمل كده التايم لاين فاضي هوت وبحطه في فيديو، فبيسألني بيقول لي انت عاوز تخلي الاعدادات البروجكت نفس اعدادات الفيديو ده ولا لا؟ فبالتالي هو بيسهل عليك اللي انت تقعد تدخل على البروجكت وتظبطه على الاعدادات اللي انت عاوزها. طيب فانا بضغط يس، لو جيت دخلت هنا على البروجكت فيديو اللي البروبرتس هلاقيه راح عمله لي بنفس اعدادات الفيديو اللي قدامي، تمام كده، على خلاف ان انا لو جيت حطيت الفيديو شديته كده وحطيته قدامي ولو قلت له نو، لو جيت دخلت على البروجكت هلاقيه بالاعدادات الافتراضية، الاعدادات الافتراضية للبرنامج 1920 في 1080، تمام كده. فدي نقطة مهمة جدا انا هحتاجها في شغل على الفيديوهات. النقطة التانية برضو يا جماعة اللي انا عاوز اقولها، بيظهر دايما ملفين فيديو كده او ملف واحد بعد ما احط اي ملف في فيديو. طب ليه الملفين دولت مش بيظهروا الا لما انا احط ملف فيه صوت؟ يعني عارف لو ملف صوت بس، لو صوت فقط هيظهر الملفين دولت، لكن لو صورة مش هيظهر الملفات دي. يعني انا بص لو جيت هنا مثلا على السامبلز مثلا اللي قدامي ديت، اي صورة ادركت صورة 2 3 اي حاجة حطيتهم هنا عادي خالص، عادي جدا، مش هيقول لك حتى يعني تخليها تسوي باعدادات البروجكت ولا لا. ودي اساسية مهمة جدا لازم ننتبه ليها، طبعا هنا ما عملش ملفات معاها. في حين ان انا لو جيت يعني جيت هنا مثلا على فيديو مثلا من دولت، الفيديوهات دي عبارة عن فيديوهات فقط من صوت وصورة، مش من صوت وصورة. فبالتالي انا لو جيت حطيتها هنا كده بالشكل ده جاب لك الرسالة، جاب لك هنا الرسالة. ليه؟ لان ده اول فيديو يتم ادراجه في البروجكت، فبالتالي
عاوز يقول لك انت عاوز تساوي اعدادات الفيديو ده باعدادات البروجيكت ولا لا. لو ضغطت على يس بيخلي اعدادات الفيديو كلها بنفس اعداد الايه الفيديو اللي انت حطيته قدامك ده. هل ظهر ملف هنا جنبه؟ لا. طب ما ظهرش ملف جنبه ليه؟ لان الملف اللي قدامي ده هو عبارة عن ملف فيديو فقط، في حين ان انا لو ادركت صوت، يعني لو جيت هنا اي مثلا حاجة مثلا زي مثلا النشيد مثلا ده، شديته حطيته هنا قدامي في البرنامج، لاحظ وانا بحط ملف الصوت لاحظ مش راضي يتحط فين؟ في تراك الفيديو. انما لاحظ كده، شايفين المستطيل الخفيف الصغير اللي ظاهر تحت ده اهو، اللي هو اللي تحت ده، انا طبعا لغايه دلوقتي لسه ماسك الماوس لسه، انا لسه ضاغط يعني كليك على الماوس ما سبتهوش خلاص. ليه؟ لان انا بحدد المكان اللي هحط فيه الصوت، تمام. لاحظ هنا، هو هنا اوتوماتيك على طول هيعمل لك تراك ايه، تراك اوديو جديد، سبته كده عمل لي تراك اوديو وحطه لي في منطقه الاوديو. طيب تعالوا كده ننزل كده، عمل لي ملف جديد اهوت، نشيد مثلا البرنامج اهو .sfk. الملف ده عباره عن ايه بقى؟ الملف ده عباره عن ايه؟ الملف ده يا جماعه ملف ستريمينج، بمعنى شكل الموجات الصوتيه وخصائص الملف الصوتي كلها متخزنه عندي في الملف الصغير ده. حجمه مثلا 119 كيلو بايت، حجمه ايه؟ بيكون بسيط دايما، مش كبير ولا حاجه ابدا، تمام كده. فده اللي هو الايه، الملف الايه الصوتي. عشان كده انا لو حطيت ملف زي ده كده ما تستغربش لو جيت لقيت ملف او اتنين اتحطم بالمنظر اللي قدامي ده. ده عبارة عن ملف الستريمينج، او يعني ايه، ملف البيانات اللي خاص بالصوت بالايه بالمقطع ده، بيعمل لك بنفس الاسم، تمام كده، بنفس اسم الايه الملف. خلاص يا جماعه، طبعا دي قصه الايه الملف ده. طب سؤال، هل الملفات دي احذفها ولا لا؟ بص، بعد ما تخلص شغلك خالص وتنشره، لو حبيت ان انت تشيله شيله، لكن ما تجيش دلوقتي وانت شغال على البروجكت تروح تشيلهم، تمام، لانك كده هتضر بالبروجكت بتاعتك، انت كده هتضر بالبروجكت بتاعتك لو انت حذفتهم. طيب نرجع من تاني. يبقى احنا اتكلمنا دلوقتي اذا عن ايه بقى ايه، كنا دلوقتي عن نقطتين مهمين جدا، كان الاول عن نقطه اضافه الفيديوهات، وقلنا ان البروجكت او الفيجاس اوتوماتيك اول ما يشوف فيديو دخل على البرنامج على طول هيروح يديك الايه الرساله دي، تمام، اللي هي رساله التاكيد دي، تمام كده. طبعا ممكن انت تخلص منها بالضغوط على علامه الصح دي خلاص، ولو ضغطت على يس اوتوماتيك اي فيديو بعد كده هيتحط، او خد بالك مش اي فيديو، اول فيديو هتحط داخل التايم لاين هيبقى ايه، البروجكت اوتوماتيك هيتحول للاعدادات دي. بس انا دايما بفضل اخليها غير مفعله خلاص كده، فيما بعد قدام كده ان شاء الله، يعني اذا ربنا يسر، يعني في نهايه الكورس هنعرف ان انت مش شرط ان اي من ان مش اول فيديو لازم هو اللي يكون اعدادات البروجكت كاملا عليه، تمام كده. طيب انا بضغط مثلا على يس. النقطه اللي بعد كده اللي استفدناها، طبعا خد بالك ملف الستريمنج ده اتعمل في ثانيه هنا، ليه؟ لان ده اصلا مقطع كله على بعض مدته كام؟ 30 ثانيه، تمام كده. فبالتالي الملف ده، اما لو ساعات الملف بيكون مثلا فيديو بيكون مدته 30 دقيقه او ساعه او ساعتين، كل ما المده زادت كل ما تحميل، يعني كل ما تلاقي هنا ملف خط زمني ايه، يعني بص انا هديكوا هنا مثلا مثال، تعالوا ناخد مثلا اي، بص يعني اي فيديو من ده، تعالوا مثلا ناخد الفيديو ده، تعالوا نحطه هنا بالشكل ده كده، لاحظ ده هنا بيقول لك لودنج، ده بيعمل هنا الايه، بيعمل هنا ملف الستريمينج اللي احنا شفناه هنا. عشان كده لسه بيقول لك ميديا اوف لاين، لسه دلوقتي بيتم تحضير الايه الموجات الصوتيه، وبيهيئ يعني البروبرتيز الخاصه او الاعدادات الخاصه بايه بالملف الصوتي. طبعا هنا بيتأخر شوية، ليه؟ لان الملف طويل. لو نلاحظ هنا، يعني تعالوا نعمل اهو، شوف الملف الصوتي اهو، خد بالك ساعات بيعمل ملف اسمه SFAB0، ملف ده على فكرة بيكون حجمه كبير جدا، يعني شوف هنا وصل اصلا لكام لجيجا، في حين ان الملف اساسا الاصلي، يعني الملف الاصلي هنا حجمه ضعيف خالص،
يعني هو فين اهو الملف اساسا هنا حجمه مثلا 552، فساعات الملف ده بيكون حجمه كبير جدا. تمام، بيجي لي اسئله كتيره جدا، نعمل ايه في الملفات دي حجمها كبير قوي؟ لا شيلها، دي ملهاش لازمه بعد ما تخلص طبعا شغلك خالص. اهو هنا خلص شغلك اهو، تمام انت كده خلصت اهو. طيب طبعا ليه ما قالكش هنا رساله اذا كنت انت عاوز تسوي اعدادات البروجكت او اعدادات الفيديو ده بالبروجكت؟ لان خلاص احنا في الاول هنا في اول فيديو ده حطيناه سوينا اعدادات البروجكت بالفيديو اللي قدامنا ده. تمام يا جماعه، اعدادات البروجكت دي مهمه جدا، لازم كلنا نكون فاهمينها، لازم كلنا ايه نكون فاهمينها. صدقوني لو احنا مش فاهمينها يعني ممكن تواجهنا مشاكل، اي حد عنده مشاكل فيها يطرحها بعد اذنكم. طيب خلاص كده يا جماعة. طيب نخش بقى بعد كده بقى ايه على طبعا طبعا كنا فاكرين الاول في الصور بنقول اي صورة مدتها الافتراضية 5 ثواني. تمام، الفيديو طبعا مش محتاجة شرح ولا حاجة يعني، ولا محتاجة اي ذكاء خالص. الفيديو طبعا هيختلف، الفيديو لو مدته ساعة هينزل ساعة، لو مدته ساعتين هينزل ساعتين، لو مدته ثانية هينزل ثانية زي المدة ايه اللي هو فيها. دي نقطة برضو من خصائص الفيديو. نقطة تانية مهمة من خصائص الفيديوهات اللي بتنزل في البرنامج، انه بينزل جروب مع بعضه، الصوت والصورة، الصوت والصورة. اهو اي ملف فيديو بينزل معاه الصوت والصورة طبعا، ما لم يكن فارغا. ساعات بعض الفيديوهات زي اللي احنا شفناها كده هنا دلوقتي ما كانش فيها اساسا ايه، ما كانش فيها اساسا صوت، فبالتالي بينزل فيديو منفرد لوحده. خلاص كده تمام. طيب الاثنين اذن ايه بينزلوا مع بعض. طيب انا في بعض الاحيان، في بعض الاحيان هضطر ان انا اشيل الصوت. انا ساعات في بعض الملفات مش عاوز الصوت خالص، انا فيديو زي ده مثلا انا مش عاوز اخد منه ايه الا الصورة بس، المنظر اللي فيه ده، الفيديو اللي فيه، في حين ان الصوت انا عندي صوت حقيقي هضيفه من عندي. طيب اعمل ايه؟ بكل بساطة هاجي على اي حاجة، اضغط على هنا او هنا، الاتنين دول زي ما احنا قلنا عبارة عن جروب واحد، مجموعة واحدة متلاحمين مع بعض، فبضغط هنا على اي حاجة فيهم كليك يمين قائمة جروب، جروب دي تمام، بروح لي كلير واضغط عليها. عمل ايه هنا بقى؟ فصل ملف الفيديو عن ملف الصوت. تمام، اصبح ده حاجة وده حاجة. تمام، انا عملتها هنا، ضغطت كليك يمين هنا على الفيديو. طب افرض ضغطت على الصوت، برضو هي ما فيش فيها اي اختلاف، كليك يمين جروب كلير اهو، فصل لك الايه، فصل لك طبعا الملفين عن بعض. على فكرة الخطوة اللي انا قلتها دي، خطوة اللي هي الجروب والكلير ده، بتعمل منها شغل احترافي فيما بعد. خلاص مش هندخلكوا فيه دلوقتي ان شاء الله وقتها يعني، بس ما اعتقدش ان احنا ممكن نخش فيه في الكورس اللي هو اللي احنا فيه دلوقتي ده، ده يعني بشرح في الكورسات اللي هي الاحترافية شغل بقى اللي هو الجروب والايه والسينك والحاجات دي كلها. ليه؟ لان انت في حالة عمل المقاطع هتحتاج شغل الايه الجروب ده على بعضه. طيب عموما عشان ما نطلعش خارج نطاق المحاضرة، فيما بعد ان شاء الله ممكن حتى في المناقشات ابقى اوريكم امثلة عملية لايه لشغل اللي هو الجروبات ده احنا ممكن نحتاجه في ايه. طيب تمام كده يا جماعه. طيب افرض انا عاوز ارجع الاثنين دول تاني مع بعض، يعني انا عاوز دلوقتي ارجع ده مع ده، اعمل ايه؟ بص، بضغط على زر كنترول اللي هو اللي في الكيبورد مع تحديد الملفين دولت، يعني انا ضغط كنترول اهو دلوقتي حددت ده، وضغط على كنترول حددت الاثنين دول. لاحظ اساسا السيلكت بيظهر باللون الايه الاصفر. تمام، فمعنى كده ان انا دلوقتي عامل سيلكت للملفين دولت. خلاص بضغط بعد كده كليك يمين، بروح للجروب، بعمل كرييت نيو، الاثنين ايه الاثنين اتحطوا مع بعض. عارفين دي من فوائدها ايه اللي انا قلتها دلوقتي؟ من فوائدها ان انا عندي مثلا وليكن فيديو صورته او فيديو جالي، ساعات بلاقي ان الصوت سابق الصورة، او الصورة سابق الصوت، العكس اي حاجة. بتلاقي اللي بيتكلم مثلا خلاص، ولكن لكن يعني الـ الـ الصوت مش ماشي ايه مع الصورة. بحل المشكلة دي ازاي؟ بروح افك الاتنين عن بعض، بعمل جروب وبعمل لها اكلير بالشكل ده. خد بالك بقى
مش بروح بقى ايه، مش بروح اقعد امشي ده يمين وشمال بالشكل ده، لا ده احنا هنا شغل دقيق جدا 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 جدا. فبعمل ايه؟ بكبر 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 بكبر، بحاول اكبر يعني ايه، مش لازم لاوسع حاجه كده بالمنظر ده، لا عشان كده برضو انت يعني هتخنقك، مش هتعرف انت تتحرك، يعني الشغل الدقيق جدا ده مش هنا دلوقتي، لسه لسه قدامه شويه. فبرجع شويه كده خلاص، بحيث يعني مثلا اقدر ان اتحكم ايه، احركه يمين او شمال كده شويه، لغايه اما اظبط، لغايه اما اظبط حركه الفيديو اللي قدامي مع الصوت اللي تحت. خلاص كده يا جماعه. طيب وبكده يعني ايه، نكون احنا ايه مشيناهم مع بعض. بتشوف بقى انت بت ايه بتحاول تسبق الفيديو، اما يا عم توديه قدام او ترجعه ايه او تاخره لورا شويه، تمام كده، لغايه اما يبقى ماشي مع الايه مع الصوره. تمام، مش هنتكلم احنا عن اي فنيات خالص عموما دلوقتي في الظبط، مش شغلنا خالص في الكورس ده، لا هنتكلم عن فنيات ايه يعني ظبط الموجات الصوتيه او ظبط الصوت عموما مع الفيديو. لكن باختصار زي ما احنا قلنا كده، ان انت في حاله عدم تناسق الصوت مع الصوره بتفصل الاثنين عن بعض، وبتحاول ان انت ايه تظبطهم مع بعض بالطريقه دي. خلصت ظبطتهم خلاص مع بعض، اصبح الصوت ماشي مع الصوره، ها فاكرين بنعمل ايه؟ بضغط على كنترول على الفيديو، بضغط انا ضغط كنترول اهو، بعمل سيلكت الفيديو بضغط عليه بحدده كده اهو بالشكل ده، وبضغط على كنترول وبحدد الصوت لغايه اما الاثنين يبقوا قدامي بالايه بالشكل ده كده. تمام، كليك يمين جروب كرييت نيو، خلاص اهو اصبح كده دلوقتي حلينا المشكله اللي كانت عندنا. طيب نيجي للنقطه اللي بعد كده، هضغط على ده واضغط ديليت، مش عاوز انا دلوقتي. تمام، خد بالك برضو ايه من حاجة، لاحظ ان بروجكت ميديا تشمل كل الفيديوهات او الصور، اي حاجة هتحطها في التايم لاين لازم تكون موجودة في البروجكت ميديا، حتى لو انت حذفتها، يعني انا دلوقتي حذفت الفيديو ده بس هي لسه موجودة هنا. تمام كده، فلذلك يعني ايه انتبه ان اي حاجة هتحطها في التايم لاين هتكون موجودة هنا في البروجكت ميديا. لذلك ده بتفيدك في ايه؟ ده بتفيدك اما انت تكون مثلا عاوز مثلا تحط مثلا عاوز تعمل فيديو، هتحط عليه مثلا كذا ملف صوتي مثلا، خلاص بتحدد الملفات الصوتيه اللي انت عاوزها وتسحبها وتحطها هنا في البروجكت ميديا. تمام كده، طيب بعد ما تحطها هنا في البروجكت ميديا بتبدا ان انت بعد كده ايه تدريجيا بتشوف انت محتاج ايه داخل الفيديو. تمام، طبعا الطريقه دي يعني برضو انا عاوز اقول لكم على كل حاجه، يعني ايه بصراحه الطريقه دي مش عمليه قوي، يا خبر ابيض مش عمليه قوي، وان كان هي دي المفروض الصح، يعني هو ده المفروض الصح، بس عموما بنسبه 99% ما حدش بيعمل كده. خلاص اللي بيعمل ايه انما الاسلوب المتبع انه بيحط الشغل كله الشغل لايف. انا لو احتاجت مثلا النشيد ده او احتاجت الملف ده بشده وبسحبه على طول هنا داخل التايم لاين على طول. تمام كده، مش لازم ان انا اقعد احط كل الملفات بتاعتي هنا واقعد ادور على الملفات اللي انا هحتاج لها. تمام، بعد كده يا جماعه ملف الفيديو اللي قدامي ده، تمام تعال اول حاجه نفصل جروب كلير. تمام، هقف على ده هعمل له ديليت، انا مش عاوزه. تمام، برضو ما ينطبق على الصورة ينطبق على الفيديوهات، بمعنى انا ملف الفيديو ده انا مش عاوز مثلا الجزء اللي في الاول، مثلا الجزء اللي هو اللي الحصانة بتجري فيه ده مش عاوزه، فانا بكبر. بص دايما كده خليك دقيق، كبر لغاية ما توصل ايه للنقطة تحديدا اللي انت هتقطع عندها. مثلا وصلت كبر برضو، شوف دي بتبدأ منين بالظبط، من هنا مثلا. تمام كده، خيارات القطع كتيرة جدا، خيارات القطع ايه كتيرة جدا، اشهرها السبليت. السبليت اللي قدامنا دي لو جيت ضغطت عليها كده بالشكل ده فصلي الفيديو ده عن المقطع اللي قبليه. تمام، القطع برضه بيجي بحرف الاس، يعني انا ممكن اجي مثلا عند لقطة مثلا حقف كبر شوية كده، عايز بس اوصل لايه لنهاية اللقطة دي. هنا مثلا خلاص، خد بالك بقى اما اضغط على القطع، لان المشكله دي بتواجه ناس كتير، بيقول لي انا بقطع وما بلاقيش حاجه تقطع، او باجي اقطع والاقي الملف تاني يتقطع. تمام كده، في نفس يعني البكره واقفه هنا اهيت، بيكون فيها مثلا ثلاث ملفات تحت بعض، انا عاوز اقطع الجزء ده، فاجي اضغط على علامه القطع هنا يروح يقطع لي حاجه من التراك رقم 2 او 3. لا خد بالك من حاجه بقى، فنيات القطع
من فنياته ومن اساسيات القطع انك لازم تقف على الايفنت نفسه او العنصر نفسه. يعني انا هقف على العنصر اللي انا هقطعه واضغط على حرف الاس او لا ام، اضغط على ايه، على علامه اللي هي السبليت اللي تحت دي، لكن حرف الاس اسهل لي واسرع لي على طول كاختصار. تمام كده يا جماعه، اهو ده كده اصبح ايه، اصبح مقطع لوحده اهو. تمام كده. برضو في عندنا، انا كده اخدت ايه المقطع ده. طب بفرضا انا مثلا وقفت هنا، برضو من خيارات برضو القطع المختلفة تاني، هقطع مثلا، برضو هفضل اكبر، عاوز ايه اقطع المقطع من هنا مثلا، ماشي من هنا هقف عليه. شايفين اداة بقى اللي هي الاتريم اللي قدامنا دي، اتريم ستار، لو انا جيت ضغطت عليها كده عمل ايه، خلال المقطع يبدا من هنا. انا مش عاوز الجزء اللي فات ده كله. طب طالما انا مش عاوزه يبقى ليه ممكن اقف هنا واضغط اس وارجع هنا تاني واضغط ديليت؟ ليه عشان ايه؟ ليه لا، طب ما انا اقف هنا في المقطع اللي انا عاوزه، هقول له ابدا لي المقطع ده من الجزء ده، وهنا مثلا انا عاوز مقطع لغايه هنا بس، لغايه الجزء ده، فبقف هنا وبضغط على الايه، على تريم اند بس. فانا بالتالي اخترت الايه، ايوه اخترت المقطع ده. تمام كده يا جماعه، ده بالنسبه لخيارات الايه القطع. تمام، يبقى احنا كده ايه اتكلمنا عن ايه، عن موضوع القطع. طيب بعد كده انا عملت ايه، يعني تجزئه للمقاطع اللي انا هاخدها. عاوز بعد كده ان انا ابدا ارتبها، نفس اللي احنا قلناه برضو ذكرناه في الصور سابقا، نفس الموضوع برضو هنا بنشتغل عليه. ها طبعا المنطقه دي منطقه سوداء فاضيه مش هيظهر فيها حاجه، بدخل المقاطع هنا على بعض. تمام. شكل الدخول والخروج عموما هنا برضو نفس الموضوع، عاوزين نظبطه، يعني هنا هيخلص هيخش على ده، بعد كده هيخش على ده. تمام، دي النقطة اللي انا هقولها دلوقتي، ترجع للفكرة اللي انت عاوزها. في حالة الافلام القصيرة او اللي شورت فيلم، القطع ده عادي جدا. تمام كده. وفي بعض الاحوال، في بعض الاحوال بالذات في عمل البروموهات والمقاطع، انا ببقى محتاج ان انا ادخل الاتنين دول على بعض. بص بمسك ده اهو كده، اهو بضغط عليه، بس بضغط عليه بدخله عندي هنا، بيعمل لي بقى الايه، مرحلة الفيد. فبالتالي لما يجي يدخل، يعني هدخله هنا، شو هطول المدة كده مثلا عشان الامر يكون باين، وهعمل ايه، علامة بلاي. نلاحظ حاجة مهمة جدا دلوقتي حصلت. حد شاف حاجة؟ محدش شاف حاجة. طيب يا ترى المشكلة من ايه؟ المشكلة مش منك انت على فكرة، لا المشكلة من عندي انا. دي بقى النقطة برضو المهمة اللي انا عاوز اتكلم فيها، ان ناس كتير برضو بتشتكي، بتقول احنا مش عارفين نعمل معاينة للشغل اللي عندنا. طيب ده هيخلينا بقى ان احنا نتكلم عن قيمة البريفيو بشكل اوسع. قيمة ده يا جماعة، قيمة البريفيو، الاوبشن اللي عندنا ده، دي اوبشن البريفيو. يقول لك انت عاوز البريفيو ايه بالظبط، درافت ضعيف ولا على وضع البريفيو. البرنامج عموما دايما بيخلوا لك على وضع البريفيو، تمام، ده الوضع الافتراضي ليه، ولا جود ولا بيست. بص يعني مش هلخبطكم خالص، بينما انا هبسط عليكم الموضوع جدا. كل قائمه من دي، يعني يقول لك هنا مثلا في الضعيف عاوز الجوده الضعيفه اوتوماتيك، يو يعني هو يظبطها اوتوماتيك، ولا فل، ولا قمه الضعف، ولا نص الضعف، ولا ربع الضعف. نفس الموضوع هنا برضو في البريفيو، في المعاينه عاوز هو يوازن لك المعاينه، يعمل لك اوتو ولا فل، تستفيد باقصى امكانيه فيها. بص وهكذا بالنسبه للجود والبيست. طيب انا اختار ايه ولا اعمل ايه؟ يعني انا معلش، انا يعني انا مش عارف حاجه، طب اعمل ايه؟ تعال الاول نختار درافت. بص اختار فيها الاوتو، لاحظ هنا جودة الصورة قلت خالص. هي قلت خالص في المعاينة، بس لما تيجي تعمل ريندر هيعمل لك ريندر بالاعدادات اللي انت حطيتها هنا. من تاني، انا دي جودة المعاينة مش جودة الفيديو النهائي اللي هيطلع. جودة الفيديو النهائي زي ما احنا قلنا بتيجي من اعدادات البروجكت اللي هنا، وبتيجي برضو من فايل وريندر از، انا اللي بحددها بعد كده من ايه، من الاوبشن اللي هو الخاص بي، الاوبشنات اللي هي الخاصة اللي قدامنا دي. تمام كده.
طيب انما دي جودة المعاينة نفسها بتفيدنا في ايه بقى؟ ان انا دلوقتي انا لما جيت بص، انا لما جيت عملت بيست فول، لما انا جيت عملت هنا معاينة ما عرفتش اشوف حاجة. ليه ما عرفتش اشوف؟ ليه؟ لان يعني الجهاز مثلا عندي دلوقتي ممكن يكون مثلا مشغول او مضغوط، او ممكن يكون كارت الشاشة امكانياته ضعيفة، او ممكن يكون الجهاز نفسه ضعيف، تمام؟ فبالتالي هو المعاينة هنا ملحقش يجيب لك المنطقة دي، مع ان انت لو مشيت معاها شوف نقطة يعني حتة حتة، مشيت كده جزء كده اهو، انا بضغط هنا بشوف ايه اللي بيحصل، بضغط هنا بشوف ايه اللي بيحصل، شفت شكل التداخل. بس لا، انا مش عاوز اشوفه كده، ده انا عاوز اشوفه وهو ماشي، مش ان انا يعني انا مش كل شوية بقى هقعد بقى ايه امشي كده الماوس اشوف هنا التداخل بيمشي ازاي. طيب تعالى اما احط مثلا مؤثر انتقالي هنا، يعني انا عاوز اشوف المؤثر الانتقالي ده، اجي اعمل بلاي بطيء قوي. طب ليه؟ ده خد بالك ده احنا لسه ما عملناش حاجه، ده احنا لسه ايه بنقول بسم الله يا بروجكت، ده احنا لسه يعني ايه في البدايه خالص. امال بقى لو انا حطيت بقى لقطات فيديو كتير وعملت مثلا 10 تراكات 15 تراك 20 تراك، لا ده احنا النظام ده مش هينفع. فلازم مهم جدا ان انا اعرف القائمه دي فايدتها ايه. انا لقيت المعاينه ضعيف، انا مبدئيا بخليها بريفيو اوتو، ده الوضع الافتراضي. تعالوا نجرب نشغل كده برضه. بص برضه لازال في برضه مشكلة في البريفيو. طبعا المشكلة الشخصية اللي انا بواجهها دلوقتي عندنا عشان برنامج التسجيل شغال، تمام؟ فحتة برنامج التسجيل اللي شغال اللي عندي ده، ده اللي بتعمل ايه مشكلة. طبعا بالاضافة للفايرفوكس انا يعني فاتح نوافذ يعني كتيرة وكده وشغال عليهم، فده الدنيا تقيلة خالص عندي، تمام؟ فاذا فالايه العملية عندي بطيئة شوية. طب اعمل ايه بقى؟ البريفيو برضه منفعش عندي، بروح ليه بقى ايه درافت خليها اوتو. تعال نعمل كده معينة، اه هي المفروض بس طبعا انا عشان عايز اقول لكم الجهاز عندي تقيل، في درافت دي هتلاقي العمليه شغاله معاك سلسه جدا وسهله جدا ومفيش فيها اي مشكله خالص، تمام؟ حتى لو تلاحظ يعني كده اسرع، يعني شوف هنا مثلا هنا كده كده اسرع بكتير من ان انا كنت فاكر الاول عاملها بيست فول، كنت اعمل هنا كده معينه، شوف المعينه هنا بطيئه جدا. طيب دي ليه بقى؟ دي معينة ضعيفة. فأنا أما ألاقي الجهاز عندي تقيل وعاوز أعمل معينة بخليها درافت أوتو، تمام؟ الجودة ما بتكونش عالية قوي، بس الفكرة أنا بستفاد منها إيه؟ بعرف الإيه الناتج النهائي ليا. ممكن أخليها زي ما أنا قلت على البريفيو. طب بص قائمة الجودة دي سيبك منها خالص، ارميها، إحنا مش إيه مش عاوزينها معانا دلوقتي. بريفيو أوتو خلاص كده بيوازن لك ما بين إعدادات الجهاز والدنيا اللي ماشية معاك دلوقتي في الجهاز وتقل الجهاز، وما بين الإيه إعدادات البروجكت، بحيث يجيب لك أحسن حاجة شوية. اما بقى لو انت عاوز تعرف الجودة النهائية هتطلع ازاي، بتروح لقائمة البريفيو، بتيجي للبست وتروح للفول، ما تجيبش حتى على الاوتو، لا حتى على الفول. اهو ده الشكل النهائي اللي هيظهر قدامك اهو، تمام؟ عاوز تشوف حاجة اعلى من كده كمان، يعني عاوز تشوف مثلا بقى بملء الشاشة، ممكن ان انت طبعا تيجي هنا على الاطراف دي وتقعد انت ايه تكبر بحيث توصل برضو لشكل اكبر شوية، تمام؟ ممكن ان انا اضغط على الشاشه دي كده اهو عشان يجيب لي الايه، يجيب لي الفول ريزوليوشن، او يجيب لي الفول يعني ايه اللي هو الفول ديسبلاينج او الفول بريفيو، بيملى لك الشاشه بالايه بالفيديو اللي قدامك. بضغط على اسكيب اي اس سي اللي هو اللي في الكيبورد اللي فوق على اليسار يعني عشان اخرج من القائمه دي. ممكن على فكره وانا في القائمه دي يعني لو انا جيت فتحتها وضغطت على المسطره كده بيعمل ايه، عمليه معاينه، بيعمل عملية ايه معاينة للفيديو اللي قدامي، تمام كده. بضغط على اي اس سي من تاني عشان ارجع للايه للفيديو بتاعي، تمام؟ احنا قعدنا قد ايه كده في المحاضرة عشان برضو ما نطولش عليكم؟ 28 دقيقة. طيب معلش انا عارف طبعا في الاساسيات الامر ممكن يكون يعني تقيل، يعني تقيل حبتين، ولا سيما لو كنا لسه في البدايه، بس الامر بعد كده بيبقى سهل جدا وواضح ان شاء الله. بما اننا طب دخلنا على القائمه ديت، بما اننا دخلنا على القائمه دي خلاص، عاوز اشرح كده بس جزئيه صغيره، جزئيه السناب، جزئيه الايه السناب او اخد لقطه من ايه من الفيديو. انا عندي فيديو زي ده عاوز اخد اللقطه دي، بعمل ايه؟ بشوف رمز الديسك ده بضغط عليه، بعد كده بضغط على سيف،
تمام، حافظها لي هنا اهو، تمام، بنفس الريزوليوشن طبعا اللي انت كنت حاطه للبروجكت، تمام. دي بتفيد قوي لو انت عندك مثلا بروجكت يعني انا مش عارف مثلا ايه، تعالوا افتح مثلا كده بروجكت مثلا زي دي، عشان بس يعني عايز بس اديك مثال. انا عامل مثلا بروجكت زي دي، عاوز اعرضها مثلا للمدرب مثلا بتاعي، او عاوز اعرضها مثلا لواحد يشوف مثلا منظر الفيديو عامل ازاي، او عاوز اعرضها حتى للعميل او اللي طلبه مني، تمام. فبدل ما انا اعمل ريندر للفيديو واخد منه لقطات، لا انا باخد مثلا الفيديو. انا عندي مثلا بروجكت مثلا زي دي، هقف هنا مثلا في المنطقة مثلا دي، وليكن الجزئية دي مثلا، خلاص كده هقول له والله ده ايه، ده شكل الفيديو هوت بتاعي اهو. فبضغط هنا على رمز الايه، السيف، خلاص بضغط على سيف. عايز اقول له مثلا منظر المؤثر الانتقالي عامل ازاي، بقف هنا بقول له والله بص ده منظر مثلا المؤثر الايه الانتقالي مثلا بتاعي، اللي هو اللي احنا حاطينه للفيديو. طبعا بتختار طبعا لقطة كويسة عشان ايه، تاخد منها منظر مؤثر انتقالي. بقول له ادي مثلا مؤثر الانتقالي اهو، بضغط على سيف، بضغط على رمز الديسك وبعمل له ايه، سيف اهو، تمام كده يا جماعة. وده على فكرة هنستفاد منها ان شاء الله اما نيجي بعد كده في البروجكتات. ممكن طبعا يصعب على بعضنا ان هو يرفع البروجكت كاملة، فانا هقول له بس ايه، اعمل لي بس سناب، سناب من الايه، من الـ الفيديو اللي انت عملته. طيب يعني يا رب بس ما نكونش نسينا حاجة مهمة في الأساسيات، بحيث يعني ايه نبدأ عاوزين نشتغل بعد كده إيه شغل عملي. طبعا المؤثرات الانتقالية هي نفسها مفيش فيها جديد خالص بالنسبة للفيديوهات، فيد ان وفيد اوت اهو نفس اللي احنا قلناه برضه. انا كده بعمل فيد اوت، باجي هنا على المثلث، بص بقف هنا. في ناس ساعات لما تيجي تعمل فيد اوت بيجي يعمل كده يقول مفيش حاجه بتظهر. طب ما هو ليه، ما انت طبيعي، شوف انت بتيجي فين اصلا، مش هنا خالص، لازم تيجي تقف هنا الاول، تكبر بس، حاول تكبر الدنيا، مش لازم والله تبقى شغال كده والدنيا صغيره خالص كده قدامك ومش عارف تعمل حاجه، كبر كبر اي يعني عادي والله، يعني التكبير ببلاش ما تخافش، مش بفلوس اهو. هتيجي هنا بس هتقف فوق فوق على اليسار خلاص، بحيث توصل للفيد ان وتشد عليها وتسحب اللي. هتقف فوق لغايه ما يظهر الايه الربع دايره دي كده، وتجيبها كده يمين شويه، تمام كده. على فكره معلومه جميله قوي. انا ليه مش احنا قلنا ان الفيد ده ممكن نحط فيه مؤثر انتقالي؟ يعني انا على كده ممكن اعمل فيد هنا واجيب مؤثر، او اجيب مؤثر انتقالي واحطه في البدايه، اعمل كده معاينه. ده ايه، ده بدأ لي الفيديو بالمؤثر الانتقالي اللي انا حطيته، بالتالي ممكن ان انا اجي مثلا هنا احط مؤثر انتقالي تاني، تمام، زي ما احنا قلنا في البداية برضو ينطبق على النهاية. اي مؤثر انتقالي برضو لو جيت حطيته هنا بالشكل ده كده، اعمل معاينة، هيخرج من الفيديو بالمؤثر الانتقالي اللي احنا حطيناه. طيب تمام كده يا جماعه. يا رب بس ايه ما نكونش نسينا حاجه احنا قلناها. بس طبعا دي الاساسيات، ان شاء الله المره الجايه هنكمل معاكم في يعني ادوات وشغل عملي اكتر من كده ان شاء الله. ما تنسوش من صالح دعاكم ان شاء الله، ويعني يا ريت نشوف تطبيقاتكم برضو العمليه. بالنسبه لي الواجب العملي اللي احنا ممكن نعمله بس في الفيديو ده، كل ما في الموضوع بس هتجيب الفيديو ده اللي هو الموجود اساسا في الويندوز. يعني لو فتحت كمبيوتر وجيت على اللايبرز وجيت على الفيديو هتلاقيه موجود في السامبلز فيديو. الفيديو بس ده اهو هتجيبه لي، بس هتسحبه بس هنا على البرنامج، خلاص هتعمل لي بس ايه سناب شوت بالايه بالمنظر اللي احنا شفناه ده. خدنا مثلا مقطع، انا مثلا الاحصنه، مقطع للطيور، مقطع مش يعني ايه، تعمل لي مثلا لقطتين ثلاثه بالشكل ده، بس بحيث اتاكد بس ان شغل الايديتنج معاك في الفيديوهات ماشي كويس. اظن يعني واجب سهل جدا وبسيط، مفيش حد ان شاء الله هيغلب فيه ولا هيواجه اي مشكله. بعد ما تخلص هتعمله طبعا باداه اللي هي السنيبنج تول، زي ما احنا قلنا في المرات اللي فاتت. هتعمل لي بس يعني ايه، تاخد بس بريفيو بس كده، وتعمل لي ليها ايه سيف، بس بحيث اشوف شغلك ان شاء الله. خلاص كده يا جماعة، أظن يعني الأمر بإذن الله سهل، مفيش فيه أي مشاكل. لو حد واجهته أي مشكلة ولا حاجة يراسلني بإذن الله.
واتشرف يعني طبعا يعني بوجودكم على الصفحة اللي هي الرسمية اللي هي الخاصة بالله خاطر تيوتوريالز، ان شاء الله يعني نتواصل معاكم فيها بإذن الله، او لا اما على الاكونت ايه الاكونت الخاص بتاعي اللي عاوز برضه يضيفه، يعني ان شاء الله نتابع فيه معاكم اللي انتوا عاوزينه. يعني الى ان نلقاكم في الدروس القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.